السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الأول النهاردة كنا هنتكلم في نقطة معينة خاصة باستخدام الكرين في عمليات الرفع، وهو هل أنا ينفع أمد البوم بتاعي وأنا رافع حمل، ولا لازما أكون مظبط نفسي؟ هل أنا ينفع أمد البوم أو ألم البوم وأنا شايل حمل، ولا لأ؟ ده كان سؤال دايما بنطرحه، وإحنا كسيفتي دايما كنا بنمنع النقطه دي. لا، مش ممنوع، ممنوع تفرد او تلم البوم وانت رافع حمل. طب ايه السبب؟ السبب زي ما احنا واخدين بالنا اهوت في الفيديو، ان البتاع دوت قايم على مخدات ووايرات داخليه. المخدات دي اللي هي بين الوصل بتاعت البوم ممكن يحصل فيها تاكل من الاحتكاك، الوايرات نفسها ممكن تنقطع، وفي كده وفي كده، تمام؟ طيب ده سبب المنع. طيب هل ده منع مطلق؟ زي ما احنا عارفين طبعا مفيش حاجه اسمها منع مطلق، يعني مفيش حاجه اسمها ممنوع وخلاص. عرفنا السبب. هل لها ليميتيشنز؟ لها ليميتيشن. ايه هو الليميتيشن بتاعها؟ زي ما احنا شايفين الكرين، بنبص على الكرين نفسه، نوع الكرين بتاعي، بخش على المانيوال بتاعه، هشوف كاتب فيه ايه. كاتب فيه ينفع امد البوم او الم البوم وانا رافع الحمل بتاعي. طب ده بلاقيها فين؟ ده بلاقيها في جدول الاحمال، على علامه موجب وعلى علامه سالب، والحاجات دي كلها لها دلالات هنشرحها بالتفصيل. طب ده معناه ينفع يا باشمهندس؟ ينفع، بس طبقا للمانيفاكتشر او المانيوال بتاع الكرين ده في الوضع ده، لان كل وضع بيختلف، يبقى الوضع نفسه بيختلف، اللي هو الوضع نفسه اللي هو من طول البوم والريديوس اللي هو شغال عليه الكرين في الوضع دوت، وفي نفس الوقت الحموله بتاعتي، هل بشيل نفس الحموله ولا بيكون حموله اقل؟ غالبا بتتم الاحمال الصغيره يعني، غالبا يعني. فالنقطه ديت ما ينفعش طبعا الكونستراكشن او الناس اللي شغاله في عمليات الرفع، دايما على قد ما تقدر تجنب النقطه دي. لو هما بقى يعني في وضع من الاوضاع بنبقى فعلا بجد محتاجين الكلام ده، يبقى انت كراجل سلامه فاهم النقطه ديت، هتقف معاهم وتشوف جدول الاحمال وتشوف المانيوال بتاع الكرين في الوضع دوت ينفع، وايه نسبه القبول بتاعته، وتنفذها على ارض الواقع كحاجه كده اكسبشن من عندك ليهم، يعني هو سيفتي وستاندرد اهو، او طبقا للمانيوال اهو موجود، بس انت مش هتقولهم الكلام ده برضك عشان ما يطبقش في اي وضع، لان ممكن ياخدها كده سبهلله يعني، يعني ممكن كده يستحلها ودايما يشتغل في النقطه ديت ويؤدي الكارثه. طب ايه الكارثه اللي ممكن تحصل؟ زي ما قلنا المخدات هتتاكل ولا هتتقطع، هتبقى الكارثه على الكرين نفسه، على المعده، انما اللود نفسه مش هيحصل له حاجه ان شاء الله. فعشان كده بنمنع الكلام ده في ارض الواقع الا عند الاضطرار، ولازم يكون تحت اشراف شخص فاهم مختص عارف النقاط ديت وملم بيها كلها. شكرا.